إذن اليوم نحن بصدد ندوة صحفية انضمتها جمعية أبي القرى برسالة حول تثمين التراث المادي ولا مادي وتنزيله في إطار الاتفاق الملكية لتأهيل مدينة سلا العتيقة. فكانت مداخلات ديال الخبراء حول هذا الموضوع وحول تنزيل هذا الاتفاق والمضامين ديالها، نوعية المشاريع والقيمة الوظيفية لكل مشروع بالنسبة للأهداف المتوخاة من الاتفاقية الملكية، نظرا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، وأيضا رد الاعتبار للمدينة العتيقة وللنسيج العتيق لمدينة سلا. فنتمنى إن شاء الله خرجنا بعدة خلاصات، أنه خص نظم يوم دراسي تحضروا جميع الفعاليات الذين قاموا بتنزيل هذه الاتفاقية الملكية حتى يتم رصد هذه الخبرة للأجيال القادمة، لأن العمل هو ماشي عمل ديال هذا الجيل اللي احنا فيه، إنما واحد التراث اللي خصنا ندوزوه من جيل حاضر إلى جيل المستقبل. الندوة ديال اليوم حول مشروع المدينة العتيقة ديال سلا كانت أظن جميلة جدا في البعد ديالها الأخوي والثقافي والعلمي من طبيعة الحال، لأنه هذا مكتسب ديال ساكنات المدينة ديال سلا برمتها، لأنه المحفل يعني البصمة التاريخية اليوم انتقلت لواحد الغاية عمرانية تراثية ديال الحياة ديال الوظائف الاقتصادية والاجتماعية في إطار المشروع ديال التأهيل ديالها. تمت عدد ديال ترميم عدد ديال البنايات والأزقة، وكذلك الرؤية المستقبلية اللي من طبيعة الحال ساهمت فيها عدد ديال الجمعيات، من ضمنهم جمعية أبي رقراق، سلا المستقبل، جمعية ذاكرة الرباط سلا ديال الرباط سلا. فاليوم خدينا باعتبار ماشي فقط واحد اللحظة ديال استغراب ما حدث، هو من طبيعة الحال حفزة يعني عمرانية هائلة برد الاعتبار بالتراث ديال المدينة ديال سلا. ولكن طبيعة الحال في أي مجال كيفما بغى يكون كيكون واحد العمل اللي كيجر إلى ما هو أفضل، ويمكن يكونوا نواقص، وهذوك النواقص خصنا نتقبلوهم، ولكن ما خصناش نجهلوهم، خصنا نتقبلوهم باش نطوروا المجهود اللي قامت به الدولة، اللي قامت به الإدارة، اللي قاموا به من طبيعة الحال الجمعيات وواحد الفئة مهمة ديال المجتمع المدني، باش إن شاء الله هاد الإنجازات ما تمشيش هباء منثورا من طبيعة الحال، ويتم استغلال ديالها في واحد الرؤية اللي هي مستقبلية، اللي هي اقتصادية واجتماعية، وخاصة من الناحية السياسية، لأنه الوتيرة اللي غادي عليه هاد اللي غادي عليه هاد النشاط يعني السياحي، اللي منه كتخلق فرص ديال العمل، اللي منه كتخلق المعرفة ديال المدينة سلا عبر البلدان الأخرى، غير ماشي في المستوى المطلوب، ماشي في المستوى ديال الغناء التراثي اللي كاين في المدينة ديال سلا. وطبيعة الحال نتمناو في المستقبل بالمساهمة كذلك، احنا مفتحين ومتفائلين للمستقبل، يتم التطور والنمو ديال المدينة ديال سلا، وجعل يعني توازن ما بين الغناء ديال التراث ديالها وما كتمثل في يعني في الجهة او في العاصمة، يعني يكون واحد غد افضل، وخاصة للساكنة. محمد عادل الحجي.
عضو المكتب التنفيذي لجمعية أبي قراق، مكلف بالتراث اللامادي وبالمدينة الذكية. أحضرنا اليوم اللقاء حول خصوصيات التراث اللامادي لمدينة سلا في إطار تأهيل وتثمين التراث المادي واللامادي للمدينة في ظل المشروع الكبير الملكي اللي وضعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللي كيقضي بتثمين وتأهيل التراث المادي واللامادي لمجموعة المدن العتيقة من بينها مدينة سلا. هذا اللقاء ديال اليوم كيدخل في إطار التظاهرات الختامية لفعاليات سلا عاصمة المجتمع المدني لسنة 2023. واليوم خصص اللقاء لمناقشة وتدارس قضايا لها علاقة بالتراث المادي واللامادي لمدينة سلا. لا يخفى عليكم أنه مؤخرا مدينة سلا تعرف ورش كبير كما قلنا، ورش الملكي لتأهيل وتثمين التراث المادي واللامادي. هذا الورش اللي تمت فيه مجموعة ديال المشاريع، منها إصلاح الأسوار والأبراج، منها الإنارة ديال المواقع الأثرية، منها تعزيز الإنارة بطبيعة الحال، وكذلك القنوات الصرف الصحي إعادة تأهيلها، وإعادة تأهيل وتوظيف بعض المآثر وبعض المعالم الأثرية في المدينة كالفنادق اللي بعد فيها سيحول إلى مأوى للشباب أو مركز نسوي أو مركز حرفي، وهناك بعض المآثر أخرى اللي سيتم توظيفها كمعهد مركز ثقافي أو معهد الموسيقى. وطبعا هذا الشيء كله يدخل في إطار تأهيل المدينة من أجل الرقي بالمدينة إلى مستوى اللي يجعلها كوجهة سياحية كبقية المدن المغربية، خصوصا وهي القرب ديالها مدينة الرباط، وهي ومدينة الرباط يشكلون واحد التماسك، واحد العنصر موحد اللي كيضيف إضافة إيجابية للسياحة بالمغرب. وكما يخفى عليكم كذلك بأنه بجانب هاد المآثر، هاد المشروع ديال التأهيل والتثمين، نسعى كذلك إلى خلق مدار أو مدارات سياحية داخل المدينة العتيقة من أبراج ومواقع ومدن عتيقة، تكون كذلك وجهة للسياح المغاربة والأجانب على حد سواء. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.